بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور اسامه عبد الحكيم من مركز طبيبي. احنا بنقدم حلقه جديده النهارده في حوار بيني وبين المريض او الاب او الام بتاع طفل عندي. للامانه ده من الاحاديث، من الحاجات الكتيره اللي بواجهها. انا بقالي اكثر من 40 سنه بشتغل في العياده، وتقريبا معظم الكلام هو نفس الكلام بيتكرر، فحبينا ان احنا نقدمه زي ما بيحصل معايا في العياده كسبيل توعية، لأن تقريبا الأسئلة هي نفسها بتتكرر، نفس المخاوف بتبقى موجودة. بيبقى نفسي جدا إن أنا طول الفترة اللي أنا بحاول أشيل فيها المخاوف دي أو أشرح، إن أنا أقعد مثلا ساعة ساعتين أشرح وأحكي، يعني لولا إن الوقت بيبقى ضيق وبيبقى عندي مرضى بره، فكل مريض بياخد ربع ساعة أو نص ساعة بتاعته، ولكن أنا أتمنى إن أقعد أكتر من كده. فنتيجة إن أنا نفسي أقعد أكتر من كده ونفسي أشرح أكتر من كده، فقررنا إن إحنا نعمل الحلقات دقيقيا على أساس إن الواحد ممكن يسمعها مرة واثنين وثلاثة، وبالتالي يقدر يفهم المشكلة. وأتمنى إن إحنا مع الوقت نقعد نكرر ونجيب نقط تانية وثالثة بحيث تبقى متاحة للجميع ويقدر يسمعها في أي وقت هو عايز يسمعها أو يرجع لها كمرجع له في فهم أي مشكلة تخصه أو تخص حد من أولاده. السلام عليكم، ازيك يا ام زين؟ انا سعيد ان انا شفتك النهارده. احنا كشفنا على زين، وزي ما قلت لك هو زين صغير صحيح 6 شهور بس، عنده انسداد في مجرى الدم. وبالنسبه للانسداد في الاطفال في السن ده محتاج عمليه تسليك لمجرى الدم. يعني من الحاجات الكويسه ان بعمل العمليه دي بالمنظار، فده بيزود نسبه نجاحها. مجرى الدم ده عشان اشرح لك عباره عن انبوبه صغيره ماشيه تحت الانف هنا، يعني الدموع بتنزل من هنا زي الحنفيه وتغسل عينينا وتخش من فتحات صغيره على انبوبه طويله على الانف، يعني ان شاء الله اوريك الصوره بتاعتها. وده بنسميه مجرى الدم. بعض الاطفال المجرى ده بيبقى مقفول من تحت، فالدموع تنزل تخبط وترد على فوق. يعني زي تخيلنا لو الحوض الحنفيه بتخرج ميه، بتنزل في الحوض بتلاقي الحوض مسدود تروح صدى لفوق، فده اللي بيحصل لو في انسداد في مجرى الدم. فده بنسميه انسداد خلقي او انسداد في مجرى الدموع، واحنا علاجه ان احنا نخش ونوسع المكان ده او نسلك مجرى الدم. بنخش نعمل الكلام ده بالمنظار. طب ايه سبب يا دكتور؟ هو احنا عاده مجرى الدموع ده عباره عن انبوبه طويله كده معديه هنا. الانبوبه دي بنتولد مقفوله، بيسموها مصمطه، مقفوله يعني زي انبوبه القلم الجاف بس كلها مقفوله من جوه، وتبتدي تتفرغ اثناء الجنين وهو في الشهر الثاني الاولاني الثالث الرابع، تبتدي تتفرغ الاسطوانه دي، بدل ما هي عباره عن خلايا تتحول لانبوبه. فبعض الاطفال الانبوبه دي من تحت ما تفتحش، تدن الخلايا اللي تحت موجوده بدلها مقفولة، فبيبقى عدم اكتمال فتح الأنبوبة عشان تاخد الدموع، فبيبقى سبب خلقي يعني أثناء التكوين. طيب هو ما فيش علاج للعملية دكتور؟ أنت شايف إن هو طفل صغير؟ والله يعني ده سؤال مهم جدا. أنا بيجي لي أطفال كتير بيكونوا بياخدوا علاجات، والعلاج ما فيش منه مشكلة، والعلاج هو عبارة عن قطرة بس. أنا الآن لازم فاهمين إيه الهدف من القطرة. الهدف من القطرة بس إن أنا أحط القطرة عشان ما تخليش فيهم العماص ده، أو فيه عماص أو التهاب ما يبقاش كتير، لكن مش هتعالج السده. فبيبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي السده دي تخف مع الوقت هو الوقت، الحاجه الوحيده بس مش اللي اكيده، لكن الحل الوحيد هو الوقت. ان الوقت بستنى على الانبوبه دي، وكل ما الانبوبه بتكبر الانبوبه دي بتفتح اكتر وتوسع وتفتح المكان. بس ده احتمال 25-30%. الاحتمال الاكبر اللي هو 70% ان احنا محتاجين تدخل جراحي، ان احنا نخش ونوسع الفتحه دي. يعني لو تخيلنا ان في انبوبه نازله هنا، الانبوبه ده هي مع الوقت بتفتح والمكان بيمشي والدموع بتمشي، ده احتمال 25%. في احتمال 70% لا دمه مقفول وبنحتاج نعمل عمليه ان احنا نوسع المكان ده. بس في كل الاحوال لو استنينا مفيش ضرر، بشرط ان ما يكونش فيه عماص كتير، ما يكونش فيه التهاب كتير. يعني انا شايف زين العماص مالي، يعني عينيه مدمعه، عينيه ملزقه وقافله زي ما انت شفت، زي ما انت اصلا جايباها عشان كده يعني. ومع العماص الكتير ده معناته ان السده تحت جامده، معناته ان فرصه ان هو يسلك لوحده مع الوقت اللي هو الخيار الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه تقريبا شبه معدوم او ضعيف جدا. انا كتير شفت اطفال بعد ما بعمل لهم التسليك بلاقيهم مبسوطين جدا وروحهم المعنويه مرتفعه جدا، ويجي الاهل يقول لي بقى اشقى من الاول. فالدموع دي والعماص ده بيخليه معكنن، بيخليه مقريف، الى جانب بيعمل تلوث في العين. فوجود الحاجات اللي عند زين دي يعني تستدعي التدخل وعلاجها. لو احنا سبناها يعني هتلزق، هتلاقي دايما مقريف، ما هوش عارف يستمتع بطفولته. لكن انت لما بتشيل الحاجات دي لا بتبقى اريح نفسيا، زي اي واحد فينا لو عينيه ملتهبه مليانه ميكروبات
مع مصر من شايف هتلاقيك متضايق ومقرف، هو برضو كطفل بيبقى متضايق ومقرف. طب يا دكتور كان في حاله نفس حاله زين كده بالظبط، والدكتور قال لها نفس الكلام واستنت وما حصلش اي حاجه، يعني خفت يعني مع الوقت، خفت مع الوقت. اه طبعا هو ده احتمال زي ما قلت لك، لو انتظرنا مفيش مشكله ممكن تسلك. عشان كده احنا عشان الاهل بيخافوا من العمليه ومن البنج، انا دايما بحاول نبسط الامور، احنا مش عايزين نجري نعمل عمليه ومش عايزين برضو نهمل في ابننا. فانا بقول لو العماص كتير والافرازات جديده كتيره برضو نتخيل حوض لو مليان وساخه وافرازات، بقى نعرف ان السده جامده تحت، وبالتالي هيبقى التدخل الجراحي شبه اساسي. لو لقينا مجرد شويه ميه بسيطه ودموع بسيطه ممكن نصبر وننتظر لغايه سنه مثلا من عمر الطفل، لو ما خفش نبقى نخش ونعمل التسليك بالمنظار. فانت حسب الحاله مش حسب السن، يعني ممكن يبقى شهرين او ثلاث شهور ومليان عماص وتدخل. يعني كتير جدا يقول لي احنا رحنا للدكتور وقالنا استنى ست شهور استنى سنه، هي ملهاش علاقه بست شهور ولا سنه ولا سنتين، هي لها علاقه زي اي حاجه في الجسم، اعراض انا شايفها وقد ايه الاعراض دي مأثره على الشخص. فلو الاعراض دي كتيره وعماص كتير يبقى السده كتير، يبقى لو عمره 3 4 شهور يستحسن الدخل. لو مجرد دموع بسيطه ويعني بتنزل من شويه لشويه وشكلها مزعج بس ما هياش عامله التهابات كتيره، نقدر ننتظر لغايه عمر سنه. لو سلكت زي ما اتفقنا مع لوحدها من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى الامور اتحلت، لو لسه متسكره او لسه مسدوده فبنخش بالمنظار وبنسلكها. طب لو عملنا العمليه ممكن تحصل ونعملها تاني ولا؟ اول ما اشتغلت خالص ده اللي كان بيحصل معانا وده اللي موجود في الكتب، ان احنا بنخش نسلك بنسميها بلايندلي، بنخش نسلك زي الحوض كده، لما تخش تسلكه لو مسدود وتطلع تاني فبنبص ليه بعد كده قفل وحصل السد تاني، فبيبقى نسميه احنا الريكارنس او رجوع لانسداد بيبقى عالي. وفعلا ده اللي كان معايا من حوالي حاجه 20 سنه، بس انا طورت الموضوع ده هو بنعمله بالمنظار. فبنخش بنشوف السده وبنوسع كويس جدا وبننظف كويس جدا، وبالتالي تقريبا ما عادش بيحصل معايا انها تتسد تاني او يرجع تاني على مدار 25 سنه او 30 سنه. لكن في الاول لما كنت بشتغل بلايندلي ومش شايف كان الرجوع موجود، وده موجود في الكتب وموجود عند دكاتره كتير للاسف اللي هم ما بيشتغلوش بالمنظار. لكن انا بالنسبه لي لا، انا بشتغل بالمنظار، فببقى داخل شايف السده فين بوسعها كويس بنضفها كويس فما بيرجعش. برضه هنرجع تاني زي الحوض، لو الحوض مسدود وتخيلنا ان حد جاب منظار ودخل بص كده وشاف السده فين ونضف وعمل، اكيد انا ضامن ان الدنيا بقت نظيفه وكويسه وفرصه رجوع الانسداد صعبه، غير ما حد بيجيب حاجه ويدخل الله اعلم ايه اللي نظفه ولا خبط فين ولا عمل ايه، فهنا بتبقى نسبه الرجوع عاليه. فكل حاجه بتتوزن، بس السن اللي هو دايما الناس بتصر عليه مش هو الفاكتور خالص، ملوش علاقه بالموضوع. احنا لنا علاقه قد ايه العماص موجود، والعلاقه الثانيه الجراح اللي بيشتغل ازاي؟ هل بيشتغل بالطريقه التقليديه واللي انا اعتقد انها مش يعني نسبه نجاحها ضعيفه جدا يمكن 50 40%، ولا بيشتغل بالمنظار اللي هو بيبقى نسبه النجاح فيه تقريبا 100%، مفيش رجوع للحول بيتعمل عند اي سن، مفيش اي مشاكل بعده منه، واللي انا داخل اندر زوبر في اندر فيجن، انا مش داخل بلايندلي، مش داخل امياني، انا داخل وانا شايف. فحسب التدخل بالمنظار اللي هو اللي انا بعمله نسبة النجاح 100% والرجوع زيرو، مفيش رجوع خالص. شكرا يا دكتور اسامه. ميرسي جدا، شكرا يا ابو زين.